السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين الكرام، نجدد اللقاء بكم من قناتكم على اليوتيوب مشاكل وحلول، وتحية خاصة من القلب لكل الوطن العربي من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. اليوم موضوعنا الهجرة إلى ريجو كالابريا. أصدقائي أخواني، هذا الموقع رسمي ومؤكد 100%. اللي أريده من عندكم شنو؟ تشاهدون الفيديو وتستمعون. أنا مو قصدي إنه تشاهدون يعني حتى لا، مو تجي أنت تشاهد دقيقة وتطلع وتجي تسألني على الفيس شلون طريقة التقديم. أنا راح أعلمك هنا طريقة التقديم وين تحط اسمك وشلون تحط اسمك، وخلال 90 يوم إذا قبلوك لازم تسافر إلى جنوب إيطاليا. هذا اللي تشوفوه هو هذا قليم ريجو كالابريا. أصدقائي، هذا يعني راح تصير المقابلة وياكم انترفيو أونلاين، راح يقابلوكم أونلاين ولكن وفق شروط استمعوا إلها، وأنا راح أقول لكم طريقة، راح أنزل الموقع أثناء الفيديو بالتصوير وراح أعلمكم شلون تقدمون، وبإذن الله تعالى يا رب بتصير من قسمتكم وتجون مرفوعين الرأس إلى إيطاليا أو إلى أوروبا وتدخلون هذا البلد الجميل. أصدقائي، هذه هي ريجو كالابريا اللي تشوفوها قدامكم. المهم احنا الان نبدأ، راح نعرف لكم ريجو كالابريا شنو هي. اقليم كالابريا واحد من اكبر اقاليم ايطاليا، ويقع في اقصى جنوب ايطاليا، يتجاوز عدد سكانه 2 مليون نسمة، وتبلغ مساحته حوالي 15,000 كيلومتر مربع. ومن اهم المدن الواقع بهذا الاقليم مدن ريجو كالابريا كوازانسا. المناخ في كالابريا مثل مناخ مدن البحر المتوسط، فهو معتدل، ممطر في الشتاء وحار في فصل الصيف. ويوجد العديد من الجامعات في كالابريا، ومنها جامعة كالابريا وجامعة ريجو كالابريا المتوسطية وجامعة كاتانزو. أصدقائي، الآن نجي على تفاصيل الفرصة. تعاني بعض القرى الإيطالية من انخفاض شديد في عدد السكان، وتخشى الحكومة الإيطالية أن تتحول هذه البلدان إلى قرى مهجورة لا يسكنها أحد رغم موقعها السياحي. طبعا أصدقائي، القرى الآن يعني ما بها 5000 واحد موجودين في هذه القرى، رغم موقعها الرهيب، موقعها اللي يجنن على البحر، ولكن ناسها هاجروا أكثرهم. وللخروج من هذه المشكلة أطلقت إيطاليا مشروع يدعى دخل الإقامة النشط، وتريد إيطاليا من خلالها الترويج لمنطقة كالابريا كمواقع سياحية وتجاري مهم. وحسب تصريحات العمدة الإيطالية لشبكة CNN، يستهدف مشروع دخل الإقامة النشط تعزيز الاقتصاد المحلي وبث حياة جديدة في المجتمعات الصغيرة النائية، إذ تسعى إيطاليا لأن تجعل الطلب على الوظائف يلبي العرض. ولهذا طلبت من القرى النائية بنوع المهنيين الذين يفتقدونهم لإنعاش اقتصادات هذه القرى، وقد خصصت إيطاليا مبلغ 700,000 يورو لمشروع مدينة كالابريا. أصدقائي، الآن نجي إلى شروط التقديم. يجب على الشخص المتقدم السفر إلى كالابريا في غضون 90 يوم يسافرون، يعني إذا انقبلت خلال 90 يوم لازم تسافر. الحد الأقصى لأعمار المتقدمين هو 40 عام. يجب على السكان الجدد الالتزام ببدء عمل تجاري من الصفر كمطعم أو مزرعة دواجن أو متجر، أو قبول العروض الموجودة مسبقا للمهنيين المتعينين اللي تحتاجهم هذه القرى. أصدقائي، الآن تقول طيب ليش ما الإيطاليين يشتغلون؟ لماذا يرفض الإيطاليون العمل والإقامة بهذه القرى؟ يمكن للإيطاليين العمل بسهولة في مدينة أكثر تحضر مثل نابولي وروما وميلان وأوروبا كلها. 2، الخدمات والرفاهية في باقي المدن الإيطالية أفضل حالا من الموجودة في قرى كالابريا. 3، متوسط دخل الفرد في إيطاليا يصل إلى 3720 يورو شهريا حسب إحصائيات الموقع 2021. 4، مبلغ 800 يورو شهريا لن يقبل به أحد داخل إيطاليا أو أي شخص من باقي دول أوروبا، لذلك الفرصة مناسبة لأكثر للمواطنين من الدول العربية والأفريقية. أصدقائي، الآن نجي إلى طريقة التقديم وهذا الموقع. يلا خلي نشوف شلون نقدم. يلا أصدقائي شوفوا وياي.
أهلا بكم أصدقائي، ورجعنا لكم، وهو هذا الموقع الرسمي لتقديم الهجرة إلى جنوب إيطاليا، ريجو كالابريا. تشوفون هذا هو ريجو كالابريا، الموقع الرسمي مالتهم لسنة 2021. وخلونا نشوف شلون طرق التقديم، ورح نفتح إلى الترجمة العربية حتى تفهمون وياي وفهمكم شلون تقدمون على هذا الموقع. لا حد يقول لي شلون الطريقة وشلون أقدم وأكتب اسمي. سهل جدا 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 جدا، سهل جدا سهل. حتى إذا ما حولت على اللغة العربية ممكن، راح أخليك تعرف شلون تقدم بكل سهولة، بكل سهولة أصدقائي. لاحظوا هاي الأرقام المجانية، تقدرون تتصلون بيهم وتقدرون كل شيء تفهمون من عندهم. الاسم الأول مثل ما مكتوب بالباسبور، باسبور هذا الاسم الأول، يعني هذا، يعني تشوفون هنا الاسم الأول، هنا الاسم الأول تحطون مثل ما مكتوب بالباسبور. أصدقائي هنا الكونيا، الكونيا إذا أنت ما عندك كونيا، الاسم الثالث من اسمك هو الكونيا. مثلا حسين عبد الله علي، علي راح يصير هو الكونيا. إذا ما عندك كونيا مكتوبة بالباسبور، هنا راح تطلع الكونيا عندك ثالث اسم هو الكونيا. طيب هنا شنحط؟ هنا عنوان البريد الإلكتروني بكل سهولة أصدقائي. هنا تحطون عنوان البريد الإلكتروني. هنا الرسالة، هذه الرسالة هي المهمة جدا جدا مهمة، هذه الرسالة أصدقائي، ورح أقولكم إيش راح تكتبون بها هنا بالرسالة هاي. وبكل سهولة هنا تكتبون الرسالة، ومن يجيكم إيميل مقبولين انتو المهنة مالتك، راح اعلمكم ايش راح تكتبون هنا، ومن يقبلكم ان شاء الله او من تنقبلون راح يجيكم ايميل ويتصلون بيكم ويفتحون معاكم انترفيو، مقابلة اونلاين. ده تفهمون علي اونلاين اصدقائي. هنا الرسالة، خلي نرجع للفيديو واعلمكم ايش راح تكتبون بالرسالة. ورجعنا لكم أصدقائي من جديد، وشفتوا أنتوا، شفتوا الفيديو، شفتوا الموقع الرسمي سهل جدا. والآن راح أعلمكم ايش راح تكتبون بالرسالة. واللي يسألني ايش راح أكتب بالرسالة، يعني ما شايف الفيديو، ما شايف الفيديو وما راح أجاوبه نهائيا، نهائيا ما راح أجاوبه. يعني أنا بالنسبة لي ألف مرة دا أحكي ويا نفسي، أقول إنه الحكومة الإيطالية لو توظف أو لو تستقبل مليون مهاجر بالجنوب الإيطالي هم يضيع. يعني هذه الفرصة اجتكم ومية مية. الآن راح أعلمكم ايش راح تكتبون بالرسالة. أولا تكتب، تقوم بتعريف نفسك بشكل مختصر، وقم بتعريف عملك وخبراتك والشهادات التي تمتلكها، وتحدث عن رغبتك في التقديم للمشروع، وأنك متحمس للعمل في كالابريا، ولو عندك فكرة مشروع يفضل عرضها. وتذكر أيضا أن جميع شروط السفر للبرنامج تنطبق عليك وأنت جاهز للسفر وللعمل بقرى كالابريا. بعد خطوة التقديم عليك الانتظار حتى يصلك إيميل يطلب بعض أوراق مثل السيرة الذاتية وشهاداتك التي تمتلكها، ثم القيام بعمل انترفيو أونلاين، يعني مقابلة للحصول على موافقة السفر. أصدقائي ثقوا بالله، اللي يكتب معلومات صحيحة راح يراسلوه، لأن هم محتاجين أياد عاملة، محتاجين كفاءات مهنيين. أنت إذا عندك مشروع في بالك، مثلا جزارة أو تفتح محل أو مطعم للسواح، تريد تطور من السياحة، اكتب إيش عندك، اكتب هاي الرسالة. إذا عندك مشروع اكتب طريقة المشروع وإدارته حتى ينبهرون بيك، يعني حتى تثبت إنك متحمس للسفر إلى ريجو كالابريا. اللي عندك بداخلك واللي تريد تطبقه وتنفذه، إذا أنت مهني اكتب عن مهنتك، إذا أنت لحام اكتب عن خبرتك، اكتب كل شيء،
كل شيء اللي تريده أنت بخاطرك اكتب بالرسالة وعرف عن نفسك وعن شهاداتك وعن كل شيء، ويا رب يكون من قسمتكم ونصيبكم وتجون مرفوعين الرأس بلا ليتوانيا بلا اليونان، وتجون تسافرون وتحصلون على إقامات وبعدها الجناسي إن شاء الله يا رب. هذا كان فيديونا، ومثل ما قلت لكم اللي راح يستمع راح يفهم شلون يقدم الطلب، واللي يسألني بأي شيء أنا ما راح أجاوبه نهائيا لأن شرحت كل شيء بالفيديو، حتى ليش الإيطاليين ما يشتغلوها شرحتها. وتحياتي لكم، وإن شاء الله تجونا ونشوفكم بإيطاليا وتنورون إيطاليا. وإلى هنا نأتي إلى نهاية الفيديو، وإلى حلول ومشاكل، وإلى مشاكل وحلول أيضا إن شاء الله نحلها بالمستقبل. واللي يريد من عندكم تشتركون بالقناة حتى يصلكم كل ما هو جديد. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.